الحكاية دي حكاية يحيى نور الدين مجيد، شجيع سق نفسه هو اللي عمل كل الفايت سينز، وبنسبة قليلة قوي الدوبلير لو كنا عرفنا نخطف أي حاجة يعني، بس كان صعب. كعادته السقا بيحب يعمل مشاهده بنفسه، بس الأكيد إنه المشاهد كان فيها صعوبات كتيرة كشفتها مريم. بس هي الصعوبة الأزيد إن المسلسل نفسه كان صعب، يعني تصوير المسلسل نفسه تمرينات أو الفايتس أو كل الحاجات دي مش سهلة، يعني مش سهلة على حتى الملاكمين أو الفايترز الام ام اي فايترز نفسهم اللي كانوا قدام السقا، دول كلهم حقيقيين، دول مش ممثلين، دول ام ام اي فايترز، فكان بالنسبة لهم هم صعب. فتخيلي بقى بالنسبة للممثلين الموضوع كان شكله عامل ازاي، وبالنسبة لنا احنا برضو الموضوع كان عامل ازاي يعني. لوك أشرف عبد الباقي كان مختلف، والدور في المسلسل عمل له ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. هو كان اختياري أستاذ أشرف، كنت شايفاه الحقيقة قوي في الدور من قبل حتى وإحنا شغالين على السكريبت من الأول، كنت شايفة أنه أنسب واحد يعمل الدور ده هو أستاذ أشرف عبد الباقي، فأنا كان وحشني. ما بتحميش وشك ليه؟ الرهان كبير عليك النهاردة، الواد دماغه ضعيفة، ركز عليها. في مشروع نفسي أعمله شغالة عليه، وعندي يعني هو مشروع إنساني جدا، هو فيلم قصة ما بين بنت وباباها، عارفة أنه إنتاجه هيبقى صعب لأنه هو فيلم، بس شغالة عليه ويمكن إن شاء الله يطلع للنور في يوم الأيام. هند صبري أنا بحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، يعني بشوفها ممثلة مهمة وحابة جدا أشتغل معها. لا تخاف ولكن احذر. أستاذ أشرف عبد الباقي أكتر حد بيأكلنا في اللوكيشن، يعني هو بيحب الطبخ جدا، فهو فكان طول الوقت مهتم بالأكل. فريق عربود بيتمنى لمريم وفريق العمل نجاحات كتيرة بعد نجاح مسلسل جولة أخيرة يلي قدم نوع جديد على الجمهور من الدراما الرياضية.